بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ النهاردة إن شاء الله نستكمل موضوعات الفن التشكيلي الإسلامي. هنتكلم النهاردة عن الفن التشكيلي للفن الإسلامي المبكر، وهنفهم الطرز الفنية، مفهوم الطراز الفني، وهنبدأ بالطراز الأموي، وهنتكلم عن أهم أعمال الفن الإسلامي المبكر في الفترة الأموية: العمارة الإسلامية، مسجد قبة الصخرة والجامع الأموي، والعمارة المدنية، مجموعة القصور الأموية المعروفة بقصور الصحراء. وهنتكلم عن الفن في هذه العمائر، وخاصة فن الفسيفساء وفن النحت، سواء المنحوتات الحجرية أو المنحوتات القصية زي ما هنشوف. بداية، يعني إيه طراز فني؟ وإيه هي الطرز الفنية المرتبطة بالفن التشكيلي الإسلامي؟ طراز فني مصطلح يعبر عن مجموعة من السمات والخواص تشترك فيها النتاج الفني لمنطقة ما، لفترة زمنية ما، وتحت رعاية فنية، سواء كانت هذه الرعاية الفنية تتمثل في الدولة نفسها أو جهة الحكم نفسها أو رعاة فن آخرين. فإذا ما وردت عندي مجموعة من التحف يربط بينها روابط بحيث أقدر أستخرج منها سمات فنية مشتركة لهذا النتاج الفني، فيمكن جمع هذه التحف أو هذا النتاج الفني فيما يعرف باسم الطراز الفني. والطراز ممكن طبعا يبقى فيه مدرسة تحت مظلة مدرسة فنية، أو هو نفسه يشكل أو يمثل المدرسة الفنية، ويندرج من تحته أو يصنف من تحته مجموعة من الطرز الفرعية باختلاف المكان الجغرافي أو الفترة التاريخية أو السمات الفنية أو التغير في صفة راعي الفن. هنا هنلاحظ أن الطرز الفنية للفن الإسلامي مرتبطة بفترات الحكم. فعندي بداية الطراز الأموي، ثم الطراز العباسي، ثم الطراز الفاطمي، وهكذا. ما عنديش إنتاج فني متميز عثر عليه أو حفظ لنا يعود للفترة الإسلامية المبكرة، بنتكلم على النصف القرن الأول بعد الإسلام أو 70 سنة الأولى بعد الإسلام، لم يتبقى منها، لم يحفظ لنا منها أعمال معمارية أو فنية نقدر نتعرف على خصائصها أو سماتها بالتفصيل، وإنما ما ذكرته المصادر والكتب وما حفظته لنا البقايا الأثرية وأعمال الحفريات تدل على بساطة هذه الأعمال واستمرارية الموروث الفني المحلي سواء في العمارة أو في الفن في خصائص تشكيل هذا النتاج. فهنلاحظ أن استمرارية الفنون المحلية سواء في شبه الجزيرة أو الفن البيزنطي في بلاد الشام أو الفن الساساني في بلاد فارس والعراق أو الفن المصري القديم والفن القبطي واليوناني في مصر وشمال أفريقيا. هذا فيما يتعلق بمفهوم الطراز الفني. مفهوم الطراز الفني هيرتبط بنقطتين مهمتين. النقطة الأولى: العوامل المؤثرة على تكوين الطراز الفني. والنقطة الثانية: قضية أو إشكالية التواصل الفني. لما نيجي نتكلم عن إشكالية التواصل الفني، بنتكلم على إن هل التواصل الفني
مثله أو التتابع الفني، مثله مثل التتابع السياسي أو التتابع في نظم الحكم في أو الدول المختلفة. الشباب اللي معايا، سؤال: هل التعاقب الفني أو الاستمرارية الفن أو نشوء مدرسة فنية جديدة ينطبق عليها نفس المعايير أو نفس التتابع اللي بيحدث في تعاقب نظم الحكم أو الدول السياسية؟ فاهمين السؤال؟ لا تاني معلش. لا يا دكتور مش فاهمين. مش فاهمين. أنا عندي زي ما قلت لكم، أنا عندي فن أموي، فن عباسي، فن فاطمي. كل فن من هذه الفنون بيمثل إطار سياسي، دولة، نظام حكم، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة الفاطمية، السلجوقية، المملوكية، وهكذا. فكل ده منبثق أو المسمى والسياق بتاعه منبثق بالإطار السياسي. فهل استمرارية الفن أو تتابع الفن والمدرسة الفنية والسمات الفنية ينطبق عليها ما ينطبق على تتابع الدول ونظم الحكم والإدارة في أو النظام السياسي في التتابع؟ ده السؤال. تقريبا عشان كل دولة جديدة بتيجي أو كل حكم جديد بيجي بيبدأ الفن بيتغير. كويس قوي. غيره؟ أسمع تعليقين كمان بس. يتطابق. يتطابق. غيره؟ أسأل أنا. هو يا دكتور ممكن يكون بيتطابق عشان كل دولة مثلا بتيجي بتبقى عايزة يبقى ليها نظام خاص بيها، اللي هو الفن دوت خاص بي أنا، ماشي، مش عايزة يبقى حد مشترك معاها فيها يعني. طيب كويس جدا. هو في الحقيقة الموضوع في الفن يختلف تماما عن نظيره في تعاقب الدول والنظام السياسي. الفصل في النظام السياسي ونظام الحكم هو فصل حاد. يعني الدولة الأموية من 41 ل 132، الدولة العباسية 132 لسقوطها، سقوط بغداد على يد المغول، فالدولة الفاطمية بتبدأ من كذا تنتهي في كذا. هذا هو نظام السياسة أو نظام الدول أو نظام الحكم. الفن يختلف تماما. ليه؟ لأن الفن لا يتبع، ما فيهوش هذا الفصل الحاد. الفن فيه استمرارية. ليه في استمرارية؟ الفن هنا مرتبط بورش، بأيدي عاملة، بحرفيين، بصناع، بخبرات مكتسبة، بأساليب بناء، بنظم صناعة، بحرف وصناعات. الأمور دي ما بتنتهيش، تبدأ النهاردة أبدأ نظام جديد بكرة أو أبدأ تراث جديد بكرة، هذا لا يحدث أبدا في الفن. الفن بين كل مرحلة أو كل طراز أو كل مدرسة فنية ومدرسة تالية لها لابد من مرحلة انتقالية. المرحلة الانتقالية دي بتطول أو بتقصر بحسب قوة المراحل أو قوة الطراز الفني الجديد والعوامل المؤثرة فيه وعوامل القوة فيه. يعني إيه؟ يعني أنا عندي الطراز مثلاً الأموي، بتخلص الدولة الأموية، بيستمر فترة في بدايات العصر العباسي حتى تتشكل ملامح فنية جديدة أقدر أميزها عن نتاج الفني للعصر الأموي، فيبدأ تتشكل عندي تراث جديد وملامح فنية جديدة ومدرسة فنية جديدة. طب هل ده خاص بالفن الإسلامي بس؟ لا طبعا، دي ظاهرة حضارية بديهية لأي حضارة ولأي مدرسة فنية، هي ميزة لافتة في الحضارة الإسلامية، على عكس ما قد يحاول يصدره البعض بأن هذه نقيصة ترتبط بالفن الإسلامي. نحن نرى أنها ميزة تخص الفن الإسلامي، لأن هو هنا بيستوعب
الفنون القديمة والحضارات القديمة، يأخذ منها كل ما هو نافع، كل ما هو صالح، كل ما لا يتعارض مع القيم الأخلاقية والثقافية المرتبطة بالفن الجديد والحضارة الجديدة، وبيبدأ يستوعبها ويصهرها ويحصل فيها مزج مع المدخلات الجديدة المرتبطة بالثقافة الإسلامية. ومع مرور الوقت ومرور العقود بتبدأ تتشكل هوية فنية جديدة ترتبط بالفن التشكيلي الإسلامي، تستطيع العين أن تميزها بدون أي إشكالية وبدون أي لبس. وهنا نقدر نقول نشأة الطراز الفني الإسلامي بعد هذه المراحل. مفيش فن بينشأ من العدم أو الفراغ. احنا طبعا البدايات الأولى اللي هو الفن ما قبل الكتابة والنقش على الحجر باستخدام الأيدي أو بنعمل الكف أو لكن بعد كده بتبدأ تتوالى تطورات الفن، وكل فن يرتكز على ما قبله طالما هو قائم وموجود. سلسلة تطور تاريخ الفنون أكبر دليل على هذا الأمر. الفن البيزنطي قام على معالم الفن الروماني، والفن الروماني بدوره ارتكز على أكتاف الفن الإغريقي، والفن الإغريقي استند بشكل واضح على سمات الفن المصري القديم. فهذه سمة وظاهرة حضارية فنية، لا يشكل الفن الإسلامي استثناء منها. يبقى هنا التواصل الفني لابد من وجود مراحل انتقالية للتغير الفني على عكس نظام الحكم والنظم السياسية. اتكلمنا عن التواصل الفني، تمام؟ وزي ما قلنا ان الاستفادة من الموروث الحضاري للأمم السابقة والمعاصرة، تمام؟ بغض النظر عن الدين والجنس واللغة، كل ده ميزة من ميزات الفن الإسلامي الرئيسية. قضية أو إشكالية أصول الفن الإسلامي ما بين دراسات المستشرقين ودراسات المتخصصين في الفن الإسلامي من أبناء الحضارة الإسلامية، هنلاحظ إن هي دايماً بيكون في شيء أشبه من يعني أحادية القطب أو الصراع في الرأي. المستشرقين طبعاً بيذهبوا للقول بأن الفن الإسلامي قام على نسخ فنون الحضارات التي فتحوا مدنها أو أقطارها ودخلت في الإسلام، خاصة نتكلم عن أراضي الدولة البيزنطية وأراضي الدولة الساسانية. والفريق الآخر بيقول إن الفن الإسلامي ليس له أي صلة بتلك الفنون. في واقع الأمر كلا الرأي يعني يخالف الواقع ويخالف الحقيقة. فن الإسلامي صراحة استفاد من الموروث الفني، بالعكس ده هو ركيزة أساسية في تكوين شخصية الفن الإسلامي، هو الموروث الفني للحضارات القديمة في البلاد التي فتحها وحكمها المسلمون. لكن في نفس الوقت شخصية الفن الإسلامي أهم عامل في تشكيلها هو الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي، وده اللي خلى النتاج الفني الإسلامي متمايز أو مختلف في روحه وفي شكله وفي سمته عن الفنون القديمة، وإن تشابه معها في سمات أخرى أو في بعض الخصائص الأخرى زي مثلا التخطيط في العمارة أو الطرق التنفيذ في الفنون التطبيقية واستخدام نفس المواد واستخدام نفس التطبيقات، لكن الروح مختلفة، التوظيف مختلف، ومع مرور الوقت بيكتسب شخصية مختلفة بالكلية عن الفن القديم، وبيبدأ يتطور هو بنفسه لتنشأ مدارس فنية تابعة للفن التشكيلي الإسلامي تختلف جملة وتفصيلا عن الأصول التي استفاد منها. العوامل المؤثرة على تكوين الطراز الفني، زي ما بنقول احنا قلنا بنتكلم عن الطرق، هي بتنسب للرعاة، الراعي او الرعاة اللي هو الباترون، ممكن يكون المظلة الرئيسية للدولة
خاصة إن هم الخلفاء أو السلاطين أو الأمراء، وهم اللي بيمثلوا النخبة والقادرة على تشكيل المزاج الفني للحقبة اللي بيمثلوها، بحيث إن بيخضع ليهم أو بينتج ليهم أمهر المعماريين والحرفيين والصناع، الخطاطين، المذوقين وغيرهم. فهنا الراعي أحد المحاور الرئيسة في تشكيل هوية الفن وتشكيل ما يعرف بالطراز الفني. الراعي ده ممكن يبقى على مستوى الدولة ككل، وفي تبقى مستويات أخرى متعددة تنحدر منها، إلى أن نصل إلى أن ممكن يبقى الراعي شخص واحد أيا كان وظيفته بقى، خليفة، سلطان، أمير، في بعض الأحيان بعد كده في العصور المتقدمة قاضي، تاجر إلى آخره. فالراعي هو عامل مؤثر جدا، لأن هو اللي بيمثل جهة التمويل، جهة الإنفاق، فبالتالي ما ينتج وما يصنع هو يمثل رد، أو يمثل بمعنى أدق استجابة لرغباته وطلباته وأوامره، لأن هو الآمر بالإنشاء أو الآمر بالصناعة أو من تقول إليه التحفة، سواء تحفة معمارية أو تحفة تطبيقية. فالراعي موضوع مهم جدا، إن رغباته وثقافته وأيضا قدرته المادية والاقتصادية وخلفياته المختلفة، كل ده نلاقي ليها صدى على النتاج الفني في العصور المختلفة. النقطة الثانية بعد الراعي طبعا الوظيفة، والوظيفة هنا عنصر حاكم في تشكيل المنشأة المعمارية والقطعة أو التحفة الفنية التطبيقية، لأن هي تعتبر أهم العوامل الحاكمة في تشكيلها وصياغتها، لأن هي لم تنشأ لمجرد الزينة. الزينة هي بعد أو الجمال، وبعد اكتسبه الكيان المعماري أو اكتسبته التحفة التطبيقية بعد مراحل أو بعد المغزى الأول أو بعد الهدف الأول، وهو الهدف الوظيفي النفعي. النقطة الثالثة الهامة في هذا السياق، وهي الورشة الفنية أو بمعنى آخر الجهاز أو الفريق اللي بيقوم على إنتاج سواء كيان معماري أو تحف تطبيقية. فبنتكلم عن فئات الصناع والحرفيين في كل التخصصات في مجال العمارة، بدءا من المعماري اللي هو المهندس والمساعدين، وطبقات بقى الحرفيين المرتبطين، النجار والمرخم اللي بيشتغل في الرخام، واللي بيشتغل في الصدف، اللي بيشتغل في العاج، اللي بيشتغل في كل حرفة ليها فريق العمل الخاص بها. وأيضا في التحف التطبيقية بقى كل الخزاف والحرف المرتبطة بكل صناعات الفنون التطبيقية. الورشة المرتبطة بالمفهوم اللي قلنا عليه التواصل الفني، فأحيانا ينسب النتاج الفني لمدينة معينة نتيجة وجود ورشة فنية مميزة تستخدم سمات فنية خاصة، تستخدم مواد خام محددة، فترتبط باسمها النتاج الفني لتلك المنطقة في فترة زمنية ما. فعندي مدينة البصرة في الفترة المبكرة ارتبط بها إنتاج مميز من الفخار ومن الخزف يحمل سمات خاصة مشتركة، بعد كده تبدأ تتكرر في مناطق أخرى فنتيجة انتشارها. عندي مثلا أيضا من المدارس المميزة في صناعة الخزف في العصر العثماني مدرسة إزنيق أو نوكريا، فتميزت بوجود إنتاج فني في الخزف له سمات خاصة مرتبطة، والاستخدام ألوان معينة ودرجات معينة من الألوان ارتبطت بصناعة هذه المدرسة وعرفت بها. وبالتالي الورشة الفنية عامل أيضا مهم من عوامل تحديد
الطراز الفني والمدرسة الفنية. العامل الأخير وهو السمات والخصائص الفنية، هي مجموعة من السمات تبدأ من المادة الخام وطريقة الصناعة، طريقة التنفيذ، طريقة تنفيذ الزخارف، أشكال الزخارف نفسها، لو في عناصر الكتابية، نوع الخط، أشكال الكتابة، توقيعات الخطاطين أو الصناع وخلافه. هذه العوامل تجتمع مع بعض لتشكيل ما يعرف به المدرسة الفنية أو الطراز الفني. زي ما قلنا ما وصلناش إنتاج وحفظ لنا إنتاج معماري أو فني متميز يعود إلى الفترة الإسلامية الأولى النصف القرن الأول بعد الهجرة أو 70 سنة الأولى بعد الهجرة، أو أقدم إنتاج معماري وفني حفظ لنا على حالته الأصلية أو محتفظ بكثير من معالمه الأصلية بيعود إلى النصف الثاني من القرن الأول الهجري، وينتمي إلى ما يعرف بالطراز الأموي أو تحت مظلة الدولة الأموية. الدولة الأموية كان فيما يخص العمارة والفنون التطبيقية عندنا مجموعة من المنشآت الدينية والمدنية تضم داخلها مجموعة مميزة من أنواع الفن التشكيلي الإسلامي فضلا عن الجانب المعماري. النقطة الأولى اللي هنتكلم عليها مع البعد المعماري هي الفسيفساء. الفسيفساء ظهرت عندنا سواء في العمائر الدينية أو العمائر المدنية، لكن بطبيعة الحال كان هناك اختلاف في الموضوعات الزخرفية بين العمائر الدينية والأخرى المدنية. أهم العمائر الدينية التي تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة والتي احتفظت بكثير من معالمها الأصلية في السياق الزخرفي والأكثر في السياق المعماري، مسجد قبة الصخرة في القدس الشريف والجامع الأموي في مدينة دمشق. ومن المنشآت المدنية التي تتضمن أعمال فسيفساء مميزة تعود للفترة العصر الأموي والفترة المبكرة وقصر خربة المفجر في الأردن قرب أريح. نبدأ نتكلم عن مسجد قبة الصخرة. قبل ما نتكلم عن فسيفساء مسجد قبة الصخرة، في أيضا نقطة مهمة لازم نتكلم عليها وهو تخطيط مسجد قبة الصخرة. الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا عبارة عن صورة ايه؟ مسجد، ايوه، عبارة عن مسجد في القبة. مسجد ايه؟ عارفين المسجد ده؟ مسجد الأقصى. هو مش ده مسجد الأقصى؟ نعم. كنت متوقع حاجة زي كده. طيب يا شباب، لا طبعا ده مش المسجد الأقصى خالص. الأقصى لونه أسود. ده مسجد قبة الصخرة. ده مسجد قبة الصخرة. المسجد الأقصى، مسجد قبة الصخرة بيقع، هنشوف أنا كده مضطر أجيب لكم بتاع الصورة بتاعة الحرم الإبراهيمي في القدس. هو مساحة كبيرة مستطيلة فيها المسجد الأقصى الحالي وفيها قبة الصخرة، لكن كل الحرم ده هو المسجد الأقصى وهو الحرم المقدس. هنا دي مسجد قبة الصخرة اتبنى سنة 72 هجرية، بناه الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان. فده يختلف عن المسجد الأقصى. طبعا هي الصورة الأكثر انتشارا هي مسجد قبة الصخرة، فعشان كده بعضكم قال ان ده الجامع الايه؟ الجامع الأقصى. ماشي، شايفين المساحة ديت؟ المؤشر باين عندكم؟
اه يا دكتور. المساحة دي هي دي كلها المسجد، يعني كل المساحة دي تعتبر المسجد الأقصى، تعتبر الحرم القدسي. لكن الجامع نفسه دون عليه المسجد الأقصى هو ده، تمام؟ هو جنوب، جنوبي قبة الصخرة. شايفين قبة الصخرة فين؟ أهي دوم اوف ذا روك أو قبة الصخرة، وهنا إلى جنوب منها المسجد الأقصى أو الجامع الأقصى. لكن كل المساحة بتاع الحرم القدسي يعتبر المسجد الإيه؟ الأقصى. نرجع هنا، ده هنا مسجد قبة الصخرة. مسجد قبة الصخرة زي ما قلنا اتبنى، مين اللي بناه؟ عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي سنة 72 هجرية، ماشي؟ طيب في كذا نقطة مهمة متعلقة بعمارة المسجد الأقصى، بعمارة مسجد قبة الصخرة تحديدا. ليه؟ أول حاجة، هذا الأثر اللي قدامنا أقدم بناء إسلامي باق على حالته. بل مسجد قبة الصخرة إيه؟ أقدم بناء إسلامي باق على إيه؟ حالتي، على حالتي، ماشي؟ دي نقطة مهمة جدا، مسجد قبة الصخرة. تاني حاجة، هو أقدم بناء إسلامي يتحتوي على فسيفساء باقية، على أقدم فسيفساء مع مصنوع العصر الإسلامي، وأقدم بناء يضم كتابات إسلامية أو كتابات عربية. فمسجد قبة الصخرة مسجد أثر مهم جدا، سواء في سياق العمارة أو في سياق الفنون، سواء في سياق العمارة أو في سياق الفن التشكيلي. مسجد قبة الصخرة ارتبط فيه أسباب الإنشاء بتاعته والتخطيط بتاعه والزخارف بتاعته بكثير من الجدل. الشكل اللي قدامنا طبعا هو شكل مسمن، التخطيط بتاعه مسمن، تمام؟ وداخل هذا المسمن مساحة دائرية مغطاة بالقبة اللي احنا شايفينه من بره. هنشوف التخطيط دلوقتي انه مسمن وجواه مسمن وجواه مساحة دائرية مغطاة بالقبة. هنا احد اضلع المسمن، وفي كتلة المدخل او سقيفة المدخل، يبقى دي جهة محورية من جهات المسمن، وهنشوف ازاي دلوقتي يعني ايه جهة محورية وايه متوزعة ازاي. لما يجي اشوف هنا ده سيكشن أو قطاع لمسجد قبة الصخرة، يوضح لي الأجزاء المعمارية اللي بتكون منها. هنا على اليمين السقيفة أو الجزء بتاع المدخل، بعد كده اللي بالأسود ده الجدران الخارجية بتاعة المسمن الخارجي، بعد كده في مساحة، وبعد كده بينشأ عندي هنا مسمن داخلي آخر اللي هو يمثله هذا الضلع بتاع الدعامة، بعد كده في هنا الجزء الغامق الثالث ده اللي هو الجزء المستدير اللي هو مغطى بقبة كبيرة من الخارج، وهنا التكوين الداخلي بتاع هذا أو قطاع من هذا من هذه الدائرة الداخلية اللي هي فكرة الدعامات وبينها الأعمدة اللي تحمل العقود على هذا النحو. المسقط هيبيني بشكل أفضل تخطيط بتاع مسجد قبة الصخرة. مسجد قبة الصخرة زي ما احنا شايفين تخطيطه مثمن. التخطيط المثمن، تمام، لم يكن شائعا في تخطيط المساجد الإسلامية، وإنما هو كان شائع أكثر في تخطيط الكنائس البيزنطية التي تعرف باسم أو يعرف باسم التخطيط المركزي. ما كانش شائع في كل الكنائس، وإنما ارتبط بنوع معين من الكنائس اللي هي بنسميها اللي مرتبطة بالمدافن أو الأضرحة أو الكنائس حفظ رفات القديسين والشهداء. فبيبقى هو يعني في العمارة الرومانية كان بيتم حوض الأضرحة
التخطيط الدائري أو التخطيط المثمن، بحيث بيكون في مركز هذا الضريح هو القبر أو التركيبة بتاعت المتوفي. في العمارة المسيحية ارتبط أيضا بحفظ الحاجات المقدسة للقديسين والشهداء وغيرهم، يبقى نواة هذا التخطيط وبيكون حوله شكل دائري أو شكل مثمن. وعندنا نماذج طبعا ضريح كوسكانزا في روما، ده من العصر الروماني، تخطيطه قريب جدا من هذا التخطيط، وتخطيط كنيسة القيامة، وده الأقرب أنه هو تأثر به المعماري في هذا البناء. فعندي هنا التأثير البيزنطي في مسجد قبة الصخرة في أكثر من عنصر. فيما يخص الشكل المعماري، أول حاجة التخطيط، التخطيط تأثر طبعا الشكل العام، فكرة التخطيط المثمن ومثمن داخلي ومثمن خارجي، وإحاطة الصخرة المقدسة بالشكل الدائري وتغطيتها بقبة، كل دي عناصر مشتركة بين التخطيط البيزنطي والتخطيط الإسلامي. لكن هنا في تفاصيل مختلفة سواء في التنفيذ أو في التفاصيل. هنا الصخرة المقدسة دي هي عبارة عن إيه وليه هي مقدسة؟ ليه الصخرة دي مقدسة؟ وليه تعمل حواليها القبة؟ الصخرة دي مرتبطة بحادثة الإسراء والمعراج، أو الشق الثاني من حادثة الإسراء والمعراج. احنا عارفين طبعاً الإسراء حدث منين؟ من مكة إلى المدينة، عفواً من مكة إلى القدس، تمام؟ وبعد كده المعراج أو العروج إلى السماء الشق الثاني، وهو ارتبط بموقع هذه الصخرة، ومن هنا كان تقديس هذه الصخرة. فدي الصخرة اللي في وفق المعتقد الإسلامي أو الثقافة الإسلامية عرج من عليها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات في الشق الثاني من رحلة الإسراء والمعراج. هنا حب الخليفة الأموي أنه يعمل مبنى فخم تذكاري يعني يحتفي به المسلمون والعالم الإسلامي ويفتخرون به مقابل أو يعني على غرار أو على نسق الأعمال المعمارية البيزنطية الفخمة التي رأوها في بلاد الشام. طبعا بعض المصادر كان في صراع بين الأمويين وبين العوام، وكان في بعض المصادر أو المستشرقين ذهبوا بعيد جدا في تفسير بناء قبة الصخرة، إن الهدف منها إن هي تبقى بديل للكعبة وإن الناس تحج إليها. طبعا هذا الكلام يعني حتى مناقشته لا تستحق اللي احنا نضيع وقت عليها، وبعيد تماما عن الصحة يعني. فالشاهد هنا ان هو اتبنى للاحتفاء بموقع العروج وبحادثة الإسراء والمعراج، وفي نفس الوقت بناء شكل معماري فخم غني ثري مهيب يحظى بالتقدير وبالاحتفاء المسلمين أو العالم الإسلامي، وينافس ما هو قائم من الأعمال المسيحية الموجودة في بلاد الشام، والتي كانت فخمة وذات تأثير بصري قوي بخلاف العمائر الإسلامية البسيطة التي كانت تتسم بالبساطة الأولى في الفترات الأولى. طب إيه الشاهد أو الدليل على ده؟ الدليل على ده مثلا احنا هنلاحظ في نص خاص بالمؤرخ اسمه المقدسي، هو صحيح متأثر شوية لكنه هو ناقل عن غيره. فالمقدسي بيسأل ايه عن دوافع بناء الجامع الأموي ومسجد قبة الصخرة، هما الاثنين يعني في فترة موحدة واتبنوا بخلاف العمائر الإسلامية الأولى، اتبنوا بمواد خام قوية بمقاييس كبيرة وفقاً لهذا العصر، بارتفاعات كبيرة، بمواد خام ثرية، بصراء زخرفي وباستخدام مفردات معمارية وفنية مستوحاة من الثقافة البيزنطية المحلية، وفي نفس الوقت بصبغة إسلامية جديدة. بنص اللي بيقوله المقدسي
بيقول بالنص كده، بنعمل يعني بين كوتيشن لما يبقى بيقول نص معين، وقلت يوما لعمي يا عم لم يحسن الوليد حيث أنفق أموال المسلمين على جامع دمشق، ولو أسرف ذلك في عمارة الطرق والمصانع ورم الحصون لكان أصوب وأفضل. قال لا تعقل يا بني، إن الوليد وفق وكشف له عن أمر جليل، وذلك أنه رأى الشام بلد النصارى ورأى لهم فيها بيعا حسنا قد أفتن زخارفها وانتشر ذكرها كالقمامة وبيعة لدة والرها، فاتخذ للمسلمين مسجدا أشغلهم به عنهن وجعله أحد عجائب الدنيا. ألا ترى أن عبد الملك لما رأى عظم قبة القمامة وهيئتها خشي أن تعظم في قلوب المسلمين فنصب على الصخرة قبة على مطر. هنا ضمن نهاية الاقتباس أو النص الذي ذكره المؤرخ المقدسي، وزي ما احنا شفنا متعرض بشكل مباشر لسبب بناء مسجد قبة الصخرة، إن اللي دوت مسجد قبة الصخرة بناءه وزخرفته جاء في سياق تفاعلي تنافسي في المقام الأول. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه سياق تفاعلي تنافسي؟ طيب أنا لسه قايل يا شباب من شوية، أنا قايل إن إحنا التأثير البيزنطي واضح جدا في التخطيط، في الوحدات المعمارية أو نظام الوحدات المعمارية، في فكرة الوظيفة أو البعد الوظيفي نفسه، إنه هو هنا في صخرة مقدسة فبيعمل بناء يحتويها داخله، فبذلك البناء ده جه مسمن على نسق أضرحة الشهداء في العمارة المسيحية. طيب كلمنا أيضا مش بس كده، لما نيجي بقى دخلنا كلمنا قلنا النص التاريخي بتاع المقدسي هو بيقول أصلا إن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان شايف إن المسلمين بيعبروا عن إعجابهم الشديد جدا مفتونين، عجباهم قوي الكنائس والعمائر القديمة بفخامتها ومقاييسها الكبيرة ومواد الخام بتاعتها الغالية وزخارفها الرائعة، فعلشان ما يفتتنش المسلمين بهذه الزخارف وهذا الأعمال ويقولوا احنا ليه ما عندناش أعمال معمارية متميزة زي ديت، فبنى مسجد قبة الصخرة على هذا الأمر. مسجد قبة الصخرة وفق معايير الفترة الزمنية اللي بنيت فيها هو بناء ضخم جدا، نتكلم على قبة قطرها 20.5 متر، وفق قياسات هذا العصر وفق معايير هذا العصر بناء ضخم فخم من الطراز الأول أو من الفئة الأولى. فهنا السياق تفاعلي إنه هو استعان حتى هنشوف دلوقتي في الموضوع الفسيفساء، استعان بفنانين بيزنطيين سوريين مسيحيين في تنفيذ الزخارف أو في تنفيذ الفسيفساء، هذا لا حرج فيه. وفي نفس الوقت اقتبس أفكار من العمارة القديمة، وده أيضا تفاعل إيجابي. والتنافس إنه هو حب ينافس العمائر المسيحية القائمة بحيث يبني مبنى يعني يفوقها أو يتنافس عليها ويفوقها من حيث القياسات، من حيث الشكل، من حيث الزخارف، من حيث المواد الخام، الثراء اللي استخدمها وإلى. فده هنا اللي بنتكلم على السياق التفاعلي والتنافسي للفن التشكيلي الإسلامي. طيب هذا الأمر قائم طوال العصر، ومش بس تنافس مع العمارة والفن غير الإسلامية، مش بس بنتنافس مع الفن غير الإسلامي، الفن الإسلامي حتى بعد كده بعد مراحل بقى الثبات والتطور ووجود مدارس فنية قوية تمثل الفن التشكيلي الإسلامي راسخة، ينافس بينها وبين بعضها، بين رعاة الفن وبعضهم في نفس المدرسة، فبيحاولوا يتفوقوا على بعض، وده بيسري الحركة الفنية. فأنا عندي تنافس في المطلق وتنافس الأقران. لما نيجي نتكلم على السياق التنافسي، اللي مشغل المايك يفصله يشغله بس لما بسأله عشان الصوت. السياق التنافسي
عندي تنافس في المطلق وعندي تنافس الأقران. يعني إيه تنافس المطلق والتنافس الأقران؟ تنافس في المطلق اللي أنا بقول أنا عايز أبني بناء محدش بناء قبل كده، أو أكبر، يكون أكبر بناء. عارفين نفس الفكرة دلوقتي لما بيقول أطول برج في العالم هو برج معرفش إيه، وأضخم قبة وأكبر مساحة، هي نفس الفكرة. فكرة إن أنا عايز أبقى مميز، عايز أبقى أنا كل ده أعلى حاجة، أكبر حاجة. هل ده موجود؟ آه موجود. لما جينا في مدرسة أحد أهم الآثار الإسلامية في مصر بنسميه الهرم الرابع، هي مدرسة السلطان حسن في القاهرة، مبنى معماري بمقاييس العصر، ده ناطحة سحاب بمقاييس الوقت اللي أنشئ فيه، تمام؟ في إيوان، الإيوان ده وحدة معمارية عبارة عن زي نقدر نقول قاعة مغلقة من ثلاث جهات، وبتفتح من الجهة الرابعة بكامل اتساعها على مساحة مفتوحة تتقدمها. لو تسمعوا عن إيوان كسرى، اللي هو كسرى ده مين؟ اللي هو الحاكم الدولة الساسانية القديمة، اللقب بتاعه كان كسرى، كسرى الفرس وقيصر الروم. إيوان كسرى كان أكبر إيوان معروف، هذا العنصر المعماري أكبر إيوان معروف في الحضارات القديمة هو إيوان كسرى. فالسلطان حسن لما جه يبني الإيوان بتاعه قال للمعماري أنا عايز إيوان يفوق إيوان كسرى، عايز إيوان ما يكونش فيه حد أكبر منه في العالم. فده هنا مقارنة في الإيه؟ أو تنافس في المطلق، مش عايز مش بينافس، أنا عايز أنا رقم واحد أعلى حاجة. وفي تنافس الأقران، وده هنلاحظه بشكل كبير جدا في أمراء العصر المملوكي، التنافس بينهم كان عالي جدا، فده يعمل مئزنة جامع بمئزنة، يقوم تاني عامل جامع بمئزنتين، عامل المئزنة برأس واحدة يقوم عامل مئزنة برأسين، يقوم عامل ثالث مئزنة بأربع رؤوس، يستخدم يعمل مساحة جامع واحد يقوم عامل ثلاث جوامع. فهنا ده تنافس الأقران، ونقدر ده مدخل من مداخل أيضا فهم التراث الفني التشكيلي الإسلامي. زي ما قلنا في الأول إن دي حاجة إيجابية، لأن حتى الأشهر الأعمال التنافسية الأخرى في العمارة والفنون الإسلامية هو في العصر العثماني، الأعمال العثمانية اللي عملها المعماري الشهير كوجا سنان باشا. كوجا سنان معماريين في تاريخ العمارة ككل بشكل عام، وأشهر معماري عثماني بشكل خاص، له عمائر ومنشآت في قارات العالم القديم الثلاثة. قارات العالم القديم الثلاث له عمائر ومنشآت، اللي هو سنان باشا. سنان باشا بيقول إنه هو كان بيدرس الآثار القديمة آية صوفيا. تعرفوا آية صوفيا؟ انا عارفة اللي هو اشهر مسجد تقريبا في اسطنبول في تركيا. حد عارف حاجة تانية عن ايه صوفيا؟ انه كان كنيسة قبل ما يكون مسجد. برافو، صح. ايه تاني؟ كنيسة اجيا صوفيا او ايا صوفيا او الحكمة المقدسة هي ايقونة العمارة والفن البيزنطي، ايقونة العمارة البيزنطية. ليه أيقونة العمارة البيزنطية؟ كنيسة آيا صوفيا بنيت في القرن السادس في عصر الإمبراطور جستينيان، بناها اتنين من أشهر، واحد رياضي واحد معماري، من أشهر المعماريين في العصر البيزنطي. وفق مقاييس العصر والزمن اللي اتبنت فيه آيا صوفيا كانت معجزة معمارية بمعنى الكلمة، إعجاز معماري بمعنى أو بشكل حرفي. المقاييس بتاعتها لم تكن مألوفة، هو كان أكبر بناء في هذا في وقت إنشائه. ومش بس كده، هو بناء استثنائي في العمارة البيزنطية، لم يتكرر في العمارة البيزنطية بهذه المقاييس وبهذه الأبعاد وبهذا الشكل وبهذا الاستخدام. فظل تحد قائم أمام كل من أتى بعد جستينيان، لحد ما جه العثمانيين خاصة في القرن الستاشر. الدولة العثمانية بقت قوية وبقى لها كيان ومدرسة معمارية قوية، وبقت واحدة من أكبر الدول في العالم في الوقت دوت، وأقوى الدول في العالم في الوقت دوت. فتحولت آيا صوفيا
على أيدي المعمار سنان والعثمانيين من نموذج فريد استثنائي إلى نموذج قابل للتكرار في أشكال أخرى متنوعة. فبنوا عدة من الجوامع منافسة لآيا صوفيا بتشكيلات وأشكال معمارية مختلفة تقوم في جوهرها على نفس فكرة التصميم مع تنوع في الوحدات والعناصر المستخدمة وتفوق عليها في المقاييس وفي نسبة الأمان ونسب البناء. فده كانت منافسة قائمة بشكل كبير جدا ما أنكرهاش المعماريين واعتمدوا عليها زي ما قلنا. هنا هنقفل النقطة بتاعة السياق التنافسي والسياق التفاعلي التنافسي وهي سمة مهمة جدا من سمات الفن التشكيلي الإسلامي. هنرجع هنا طبعا في قبة الصخرة السرعة عشان الوقت ما يسرقناش. هنا في المداخل هنا متشالة من على التخطيط، أنا يعني هو هنا محطوط بس التخطيط المسمن على طول، هنا الجزء بس دوت اللي باين كمؤشر. في أربع مداخل محورية، شايفين الخطوط الأربعة اللي بتقسم التخطيط ديت المحاور اللي هو الاتجاهات الرئيسية الشمال والجنوب والشرق والغرب. على كل نقطة منتصف أحد الوجهات أو أحد الأضلاع المسمن في المحاور الرئيسية الأربعة مدخل، يبقى أنا عندي أربع مداخل محورية، مدخل دوت كتلة مدخل مغطاة بترتكز على عمودين وبعد كده يبقى فيه سقيفة بتمتد على امتداد الضلع من عبارة عن مظلة أو سطح يرتكز على مجموعة من الأعمدة أو على بائكة من الأعمدة. طيب هنا بنتكلم هنا المسمن الخارجي اللي هو الجدران طبعا الجدران الخارجية. بعد كده في مسمن داخلي، المسمن الداخلي تكون من ثماني دعامات، كل الدعامة اللي هي البناء من يعني واحدة من نظام الروافع، الأعمدة والدعامات نظام روافع بحيث بيرتكز عليها السقف. العمود بيبقى مسقطه مستدير اللي هو بياخد شكل اسطواني، بينما الدعامة بيبقى مسقطها مربع أو مستطيل أو شكل هندسي وبتبقى مبنية بخلاف العمود، ممكن يكون قطعة واحدة من الرخام. هنا الدعامات اللي هي المظللة دي اللي موضوعة في الزوايا المسمن، شكلة المسمن كل دعامتين بيحصران بينهما عمودين. هنا هنلاحظ أن الدعامات دي موضوعة بزوايا معينة، خاصة مع الدعامات بتاعة الشكل المستدير الداخلي اللي بيحيط بالقبة بحيث لا يعيق بصريا رؤية الصخرة من أي زاوية أو من أي جهة. المسمن الداخلي بعد كده فيه شكل مستدير بيتكون من أربع دعامات مركزية ومحصور بين كل دعامتين أو كل دعامتين بيحصران بينهما ثلاثة أعمدة، وهذا الشكل بيكون الشكل اللي هو هيبقى شكل الأسطواني اللي بترتكز عليه منطقة الانتقال الخاصة بالقبة اللي هي رقبة القبة. زي الخارج تم تجديده بشكل كبير في العصر العثماني زي ما قلنا، هنا دي واجهة من أحد أضلاع المسمن ومن الأضلاع المحورية الأربعة، لأن في مدخل هنا يعني هنا نعتبر سقف ويأخذ شكل قبو أو بواجهة معقودة وترتكز على عمودين من الرخام، وطبعا في السقيفة اللي تمتد على جانبي المدخل بترتكز في كل طرف على ثلاثة أعمدة من الرخام. العمود الرخام هو من هنا طبعا أعمدة الرخام ملونة من أنواع مختلفة من الرخام، هنا الرخام الأحمر السماقي وهنا الرخام الأخضر بدرجات مختلفة. كل عمود له قاعدة وبدن وتاج وبيحمله السقف أو المظلة. الجزء السفلي من الجدران الخارجية للمسمن مسجد قبة الصخرة المكسي بوزرات من الرخام، وزرة عبارة عن شريط أو لوحة من الرخام، وبعد كده الأجزاء العلوية كانت مكسية بفسفساء، هي دلوقتي استبدل ببلاطات خزفية من العصر العثماني صنعت خصيصا لهذا الغرض لتكسيد هذه الجدران في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني، وبعد كده طبعا في الشريط الكتابي أو الإفريز الكتابي
اللي في قمة الواجهة ثم تتويج الواجهة. هنا الفسيفساء يعني إيه؟ هنا الصخرة المقدسة والقبة من الداخل. الفسيفساء ومعناها القطع أو المكعبات الصغيرة متعددة الألوان من الحجر أو الرخام أو الزجاج أو الصدف، أو بعد كده أيضا بقت من المعدن، تمام؟ بيتم رصها إلى جوار بعضها البعض وفق تصميم مسبق بحيث تعطي موضوع زخرفي هندسي أو نباتي أو رسوم كائنات حية، وبتثبت جيدا بشكل متلاصق على أرضية ممهدة بواسطة الجص اللي هو الجبس، يعني مع حاجة معينة. طيب الفسيفساء دي هل هي ابتكار من ابتكارات الفن الإسلامي؟ لا، الفسيفساء معروفة في الحضارات القديمة السابقة على الإسلام، موجودة في الفن الإغريقي وفي الفن الروماني وفي الفن البيزنطي. الفن البيزنطي استخدم على نطاق واسع الفسيفساء الزجاجية في زخرفة الجدران والقباب، وطبعا كان موجود بشكل كبير في العمائر البيزنطية في بلاد الشام، ومن هنا تأثرت به لأنه موجود بشكل محلي والمدارس الفنية المحلية اللي تشتغل به موجودة وقائمة، فتأثرت به الفن الإسلامي وانتقل على هذا النحو إلى الفن الإسلامي. أجمل أمثلة الفسيفساء الإسلامية المبكرة هي فسيفساء مسجد قبة الصخرة وفسيفساء الجامع الأموي في دمشق فيما يخص العمائر الدينية، وفسيفساء قصر الخليفة هشام بن عبد الملك في خربة المفجر بالنسبة للمنشآت المدنية أو القصور. زي ما قلنا في البداية أن فسيفساء قبة الصخرة في القدس الشريف هي أقدم فسيفساء إسلامية مؤرخة، لأن ثابت تأريخها لعام 72 هجرية 691 ميلادية عهد الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان، وهذا النقش مسجل داخل القبة. حدث بس بعد كده أن الخليفة المأمون كان عمل أعمال ترميم في المسجد قبة الصخرة، فشال اسم عبد الملك بن مروان وحط اسم أمير المؤمنين المأمون، لكن اللي عمل كده نسي يغير التاريخ، فطبعا اكتشفت بعد كده وتعرف طبعا فرق درجة اللون وفرق درجة الخط والحجم اللي هو زنقة الخط في المساحة عشان تاخد المساحة اللي موجودة قبل كده اللي ما كانتش مهيئة ليها، فحط اسم الخليفة المأمون العباسي مكان عبد الملك بن مروان. فهي مؤرخة بسنة 72 هجرية عهد عبد الملك بن مروان، وهذا ثابت أيضا في النصوص التاريخية زي ما شفنا نص المقدسي اللي خدناه من شوية. الفسيفساء قبة الصخرة ده نموذج من اللي احنا اللوحة اللي شايفينها قدامنا، هنا منطقة العقود والكوشات العقود، ده اسمه عقد، والمساحة المحصورة بين عقدين اسمها كوشة العقد، والشريط الكتابي اللي فوقيها، كل دي مساحات مزينة بالفسيفساء. الفسيفساء في مسجد قبة الصخرة من الحجر والزجاج وأيضا في أجزاء من الصدف، بيغلب عليها الألوان اللي احنا شايفينها قدامنا، اللون الأخضر أيضا الأزرق، وفي بعض المساحات باللون الأحمر يمكن شايفينها هنا ماشي، واللون الفضي والذهبي والرمادي، وفي بعض الدرجات زي البنفسجي والبني والأسود والأبيض في بعض الأجزاء، وكل ده تم لزقه أو لصقه بشكل جيد ومتقن على طبقة من الجص. وقلنا يعني إيه طبقة من الجص؟ اللي هي الجبس اللي هو بيبقى في طبعا قبل ما بينشف بيبقى لسه طري بحيث تتثبت عليه وتجف عليه فتثبت على هذا النحو.
القطع الفسيفساء كلها بتوضع في وضع أفقي ما عدا الفصوص الذهبية والفضية أو المفضلة، دي بتوضع بميل بسيط بحيث تعكس الضوء وبتدي بريق أفضل. الرسوم المنفذة على مساحات الفسيفساء مصممة خصيصاً علشان تتوافق وتناسب المساحات المعدة لها. يعني هنا مثلاً زي ما بنتكلم هنا الكوشة العقد، المساحة بين العقدين، فمعمول لها تصميم معين بيتفق بهذه المساحة ومنفذة عليه. إيه عندنا زخارف، عندنا نعم اللي هي الكوشة، تفضلي المساحة بين العقدين. ماشي، يعني ده هنا ده كده عقد، وهنا في عقد تاني جنب المساحة بقى دي اللي هي بين العقدين اسمها كوشة العقد. تمام يا دكتور، شكرا. هنا هنلاقي معظم الزخارف، زخارف ايه؟ زخارف نباتية، تمام، وايضا زخارف هندسية. وهنلاحظ عن طبعا بخلاف الأشرطة الكتابية او العناصر او الوحدات الزخارف الكتابية، هنلاقي بقى في زخارف تمثل رسوم طبيعية، نخيل، أشجار، أغصان، سعف، عناقيد العنب، عرارين التمر، الأنماط مختلفة من النباتات والزخارف، كل دوت موجود في العناصر أو الموضوعات الزخرفية المنفذة في مسجد قبة الصخر. ماشي؟ طيب إيه تاني؟ هنا هنلاحظ أيضاً إن إلى حد ما في اتجاه واقعي في رسم بعض الإيه؟ في رسم كثير من الزخارف. رسوم قبة الصخرة تتميز أيضاً بالاتجاه الواقعي، سواء بقى في معالجة المزهريات اللي هي الأواني اللي بيخرج منها الزهور، جمع مزهرية، بعض الأوراق النباتية زي ورقة الأكانث، باقات الزهور، قرون الرخاء، رسوم الأهلة والنجوم. ظهر أيضاً وحدات زخرفية محورة إلى جانب الصور الطبيعية، زي زخرفة ساق شجرة أو كسوة جذع النخلة بفصوص من الجواهر، أو رسوم هندسية كالمربعات والمستطيلات، وأيضا في بعض الأحيان عرارين التمر تستبدل بزخارف من حبات اللؤلؤ، الفاكهة بترسم باللون الذهبي البراق، كل ده يعتبر تحوير لبعض العناصر أو الوحدات النباتية والأشجار. أيضا تشابك الأغصان، تشابك زخرفي بحيث يحقق نوع من أنواع التماثل أو السيمترية أو التوازن في الشكل الزخرفي. هنا طبعا عناقيد العنب والثمار والكلام ده كله واضحة، والفروع بتاعة الأوراق. أغلب الموضوعات متأثرة موجودة طبعا وتمثل استمرارية في الفن، من الفن البيزنطي والساساني، فكرة شجرة الحياة ويبقى حواليها الرسوم بأشكال متوازنة تدي إيحاء بالتماثل، كل ده تم مزجه في سياق فني أو في إطار فني جديد اللي هو إطار الفن الإسلامي مع الكتابات الإسلامية، مع نقطة مهمة جدا وهي خلو كل الزخارف هنا من الكائنات الحية. محدش خد باله من النقطة دي، أنا ما عنديش رسوم، أنا ما عنديش رسوم لأي رسوم آدمية، رسوم آدمية أو رسوم أي كائنات حية. حد يشغل يا أولاد، حد يشغل يا أولاد رسوم آدمية أو رسوم أي كائنات حية، ودي ميزة أساسية في الفن الإسلامي هنجدها مطبقة بشكل أكثر في العمائر الدينية. في العمائر المدنية مش هيبقى فيه نفس الالتزام والتقيد، وهنقول الفرق، لكن هنا هنلاحظ ان هو التزم بتحريم تصوير الرسوم الأدمية والكائنات الحية في الأعمال أو المنشآت الدينية، فتخلو تماما من أي منحوتات أو أي رسوم تصويرية للأشكال الأدمية أو الكائنات الحية أو ذوات الروح.
هنا زي ما قلنا في إبهار في استخدام الألوان والبريق والمواد الخام النفيسة، كل ده عايز يحقق إبهار للرائي أو للمشاهد بحيث يأخذ بفكره وبعقله بهذا النحو ويحظى على يعني ثنائه وتقديره. فسيفساء قبة الصخرة في وفق بعض الدراسات الحديثة طبعا هي ليست كلها، يعني في شهدت بعض أعمال الترميم أو التجديد في بعض الأجزاء، وبالتالي فهنجد أثر ذلك إن هي بتتفاوت أجزائها من حيث الفن والجودة والإتقان، لكن بالتأكيد إن الجزء الأكبر منها بيعود لتاريخ إنشاء المسجد والقبة نفسها اللي هو أي وقت الخليفة عبد الملك ابن مروان 72 هجرية. فيما يخص الفنانين اللي عملوا الفسيفساء اللي نفذوها، طبعا بتذكر المصادر والكتابات ان هم من انجاز فنانين سوريين، وفي بعض الاراء ان هو تم الاستعانه باستقدام او طلب فنانين بيزنطيين شاركوا في زخرفه القبه، وهذا امر ايضا وارد بشكل كبير، وان كان ربما ان ابناء الجيل الأول أو الجيل الثاني من المسيحيين اللي تحولوا للإسلام أو دخلوا في الإسلام في بلاد الشام هم اللي تنفذوا هذه الزخارف، إن عندهم الخبرات وفي نفس الوقت عندهم المفهوم الثقافي الجديد للثقافة الإسلامية. هنشوف هنا بقية الصور مسجد قبة الصخرة في سيفساء علشان يبقى كده ندخل على الجامع الأموي في دمشق. ماشي، هنا بتبدأ النص الكتابي فوق الدعامة اللي احنا في نصف الصورة، بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله، وهيستكمل النص بإنشاء الخاص بإنشاء هذه القبة سنة 72 هجري. الأثر الثاني المرتبط بالفترة المبكرة والمرتبط بالتخطيط المتميز وفي نفس الوقت المرتبط بالزخارف الفسيفساء الرائعة والاستثنائية والجميلة التي تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة هو الجامع الأموي في دمشق. الجامع الأموي في دمشق بناه الوليد ابن عبد الملك. انتوا عارفين، مين عارف قصة بناء الجامع الأموي في دمشق؟ حد عارف؟ طيب، واضح انه ايه كلنا عارفين بس محدش عايز يقول، صح؟ ولا انتوا نمتوا ولا ايه؟ لا ما حركة يا دكتور، بس احنا مش عارفين يعني فعلا؟ لا طيب مش هصدقكم دلوقتي. الجامع الأموي في دمشق، تمام؟ دمشق من البلاد الأولى أو الأقطار الأولى، وكانت طبعا حاضرة مهمة جدا في الدولة البيزنطية اللي فتحها المسلمين. اتفتحت، كان في جيشين بيفتحوا مدينة دمشق، جيش على رأسه خالد بن الوليد وجيش آخر على رأسه أبو عبيدة بن الجراح، فاتفتحت من جهة صلحا ومن جهة عنوة، يعني من جهة عن طريق الحرب رفضوا التصالح ومن جهة تصالح. طب هل في فرق بين الفتح عنوة والفتح صلحا؟ سريعا كده، في فرق. إن في الفتوحات الإسلامية كان الجيش الإسلامي بيخير أي مدينة رايح يفتحها أو أي منطقة، ثلاث خيارات: الدخول في الإسلام وبالتالي خلاص الموضوع انتهى ويحكموا نفسهم وليهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات فأصبح ما فيش فرق. الخيار الثاني إن هم يدخلوا في إن هم يدفعوا جزية. الجزية دي إشارة إلى إن الدولة الإسلامية قوية وإن هم معترفين بوجودها وبقوتها
وفي نفس الوقت ان المدينه اللي بتدفع الجزيه او الدوله اللي بتدفع الجزيه لو تعرضت لاي حرب من طرف ثالث فالجيش الاسلامي ملزم بالدفاع عنها والحرب معاها ضد الطرف الثاني. لو ما قدرش يدافع عنها او ما حاربش معاها بالتالي ملوش حق في الجزيه، تسقط الجزيه عنه يعني. الخيار الثالث لو تم رفض الخيارين الاولاني والثاني اللي هو الحرب، استمراريه الحرب. فلما بيتم التصالح عن طريق دفع الجزيه لا يحق للمسلمين اخذ اي شيء من المدينه من الممتلكات او من المنشات او من يعني بيتم التامين كل اهل المدينه على دور عبادتهم، على مساكنهم، على منازلهم، على ثرواتهم، على كل حاجه. فده مش بيتم نفس الوضع في حاله الفتح حرب. في حاله الفتح حرب بيكون بقى هنا مفيش امان على هذه الحاجات، من حق الجيش بقى انه يقدر ياخدها في الحاله دي، ياخد المنشآت او يتركها، بيبقى له هو صاحب القرار. فعلشان كده فكره، انا ليه بقول القصه دي؟ علشان ان فكره تحويل المساجد لكنائس في الفتوحات ما كانش يقدر ياخد كنيسه ويحولها جامع او ياخد الا في حاله الفتح عنوه او الفتح حرب، تمام؟ في الحاله دي بس كان عنده الخيار ده، يقدر يعمل الخيار ده. فهنا في حاله دمشق اتفتحت من جهه صلحا ومن جهه عنوه، فاقتسموا الكنيسه اللي موجوده بتاع دمشق مع المسيحيين. اصل الموقع بتاع الكنيسه كان معبد وثني، بعد كده في العصر المسيحي حولت لكنيسه. فلما اقتسموا الكنيسه مع المسيحيين جه بعد كده الوليد عبد الملك واشترى النص بتاع المسيحيين منهم بالايه؟ بالفلوس، بالاموال. فدفع لهم اموال كتير جدا وتنازلوا عن هذا النص، وخدوا كمان ارض في منطقه تانية يبنوا عليها كنيسه جديده. فبالتالي خد الوليد الارض كلها وبنى هذا الجامع اللي هو قائم حتى الان، وهو المعروف بالجامع الاموي الكبير او الجامع الاموي بدمشق، تمام؟ والمنسوب بناؤه بعد القصه اللي انا قلتها لكم للخليفه الاموي الوليد بن عبد الملك. وعبد الوليد بن عبد الملك حكم 10 سنين من سنه 705 ل 715 ميلادي، تمام؟ وهذا الجامع بني في السنوات الاخيره من حكمه من سنه 709 ل 715. الجامع اللي احنا شايفينه قدامنا اللي على اليمين ده اسمه مسقط افقي للجامع، واللي على الشمال ده منظور للجامع. الجامع بيمثل نموذج للجوامع او عمارة الجوامع اللي هتسود لفترة طويلة في معظم ارجاء العالم الاسلامي. بيبقى فيه مساحة مغطاة ومساحة مكشوفة. المساحة المكشوفة بيحيط بها مساحة مغطاة من الاربع جهات. شايفين المنظور اللي قدامنا على الشمال؟ هنا دي المساحة المكشوفة. المساحة المكشوفة السماوية دي المفتوحة للسماء بنسميها صحن في العمارة. بنسميها ايه؟ صحن. فلما اجي هنا احط لك رقم هنا على الصحن دوت، اقول لك ده رقم واحد، واجيب لك في الاختيارات المالتيبل شويس بتاعتك صحن ولا مئذنة ولا قبة ولا رواق، هتختار ايه؟ صح. فالصحن ده مصطلح من المصطلحات الاثريه اللي احنا بنبقى فاهمينها، مش المقصود بيه طبعا الطبق. صحن هنا صحن الدار اللي هو وسط الدار، صحن البيت وسط البيت، صحن المنشاه المساحه الوسطى منها اذا كانت مكشوفه سماويه يعني مفتوحه للسماء، تمام؟ وهي هنا في المنشات دي مصدر الإضاءة ومصدر التهوية ومصدر وسيط الحركة أو المساحة الأساسية للتوزيع والحركة. الصحن هنا بيبقى مساحة عبارة عن المساحة البيضاء دي في التخطيط، تمام؟ وهنا هنا في عندي أربع مساحات بتحيط بالصحن، شايفينها؟ هل المساحات دي متماثلة متساوية؟ متساوية. مين معايا؟ متساوية ازاي؟ فين المتساوية؟ يعني دي قد دي؟ دي
ادي دي ادي دي لا انا اقصد ان الصحن نفسه نفس الجوانب لكن هما كالحواف لا مش متساوي. هنا المساحات المحيطة عندي هنا المساحة الكبيرة دي قوي دي اسمها روار او ظلة القبلة. اسمها ايه؟ روار او ظلة القبلة دي المساحة القبلة لانها في اتجاه القبلة يعني دي هنا ادي هو روار او ظلة القبلة. الجدار ده الخط الاسود ده شايفينه؟ الخط الاسود ده هو الجدار اللي باتجاه القبلة فعشان كده بنسميه جدار القبلة. بتتوسطه حنية في تجويف الجدار اهيت الحنية دي اسمها المحراب بتشير الى اتجاه القبلة. والخطين الصغيرين جنب المحراب دولت المنبر. المنبر بيصعد عليه الخطيب في خطبة الجمعة عشان يلقي الخطبة. الجامع الأموي في دمشق في مآذن في محراب في منبر. هو هنا بداية تكوين تشكيل المعماري الثابت المتعارف عليه لعمارة المسجد في العمارة الإسلامية. هنا هلاحظ وجود ثلاث مآذن مئذنة فوق كتلة المدخل مئذنتين على طرفي جدار القبلة. ده التكوين. المساحة دي اللي هي رواق القبلة ظلة لأنها متظللة مش مكشوفة فهي مظللة فعشان كده برضو أيضا من أسمائها ظلة. الرواق هنا بيتكون من ثلاث بائكات أو بوائك تحصر بينها ثلاث بلاطات. معلش هناخد كم مصطلح كده نعرفهم علشان نبقى فاهمين يعني إيه عمار يعني لما دي نشرح أي مسقط نبقى فاهمين. المساحة دي رواق وهنا صحن أوسط مكشوف يحيط به أربع أروقة أكبرها وأعمقها رواق القبلة. أقول تاني دكتور. يبقى عرفنا الصحن. أيوة المسجد ده مدفون فيه سيدنا يحيى صح ولا المقام بس؟ المقام بتاعه بس هقول لكم دلوقتي. ما هو الكنيسة كانت كنيسة يوحنا المعمدان اللي هو سيدنا يحيى فعشان كده معروف فيه ان هو مقام سيدنا. هنا زي ما قلنا ده رواق القبلة يتكون من ثلاث بائكات. يعني ايه بائكات؟ بائكات جمع بائكة. البائكة هي سلسلة من العقود ترتكز على أعمدة او دعامات. واحنا قلنا يعني ايه أعمدة ويعني ايه دعامات. فهنا عندي ادي البائكة الاولى البائكة الثانية البائكة الثالثة. المساحة المحصورة بين بائكتين أو بين بائكة وجدار اسمها بلاطة. يبقى أنا عندي هنا رواق القبلة بيتكون من ثلاث بوائك تمام موازية لجدار القبلة تحصر بينها ثلاث بلاطات. هلاحظ هنا المساحة دي مختلفة عن بقية الايه الرواق. المساحة المركزية العمودية على حنية المحراب صح؟ مختلفة في إيه؟ أول حاجة هو هنا تم تمييزها معمارياً وفنياً بأكثر من شكل. أول حاجة هنا المساحة دي أكثر اتساعاً من بقية المساحات بين العقود. يعني هنا واخد الكتلة دي كلها كده فهنا دي بنسميها البلاطة العمودية على المحراب أو المحور على المحراب. تعرف بعض المراجع باسم المجاز القاطع تجاوزا تمام. هنا تمييز موقع المحراب وتمييز نظام الحركة المرتبط بعد كده بالخليفة والمواكب والتشريفات والحاجات دي. فهنا هلاحظ هنا ان هي بتشرف على الصحن زي ما هنشوف الصورة كمان شوية ببائكة ثلاثية العقود. يبقى هنا أكثر اتساعاً ولها بائكة ثلاثية العقود. هنا في دعامات عشان تحمل القبة في المساحة المركزية آلية أخرى للتمييز. وهنا هلاحظ هنا ده هو نفس الجزء ده في التمييز هو له سقف البلاطة العمودية دي سقفها أول حاجة هي في الاتجاه مختلفة عن اتجاه البلاطات الأفقية
سقفها مرتفع واخد سقف جملوني مرتفع عن بقية السقف اللي رواق القبلة، وفي وسطها قبة بارزة تبرز عن السقف الجملوني لتمييز المساحة المركزية اللي بتتقدم حنية المحراب. آخر حاجة هنقولها في التخطيط علشان ما نتكلمش كتير عن التخطيط عشان هنركز على الجزء الفني أكتر، فكرة إن هو الاستطالة بتاعة المسقط التخطيط الجامع استطالة بمراعاة اتجاه القبلة. يعني هنا المستطيل ده الضلع الطولي ليه هو جدار القبلة، على عكس الكنائس البيزنطية. الكنائس البيزنطية بيبقى الضلع اتجاه الكنيسة غرب شرق لأنها بتتوجه حيث الشرق، وبيبقى المحور الطولي غرب شرق. هنا تلبية للوظيفة، لأن هنا الوظيفة الأساسية للجامع هي الصلاة، فالصفوف الموازية لجدار القبلة هي صفوف الصلاة. كل ما كانت الصفوف دي أطول ده بيتفق وظيفيا مع لأهمية الصفوف في الصلاة وانتظامها من ناحية، ولأهمية الصف الأول ثم الذي يليه من ناحية أخرى في فقه الصلاة. ده فيما يخص التخطيط. تمام، هنا دي واجهة رواق القبلة، وهنا الصحن السماوي وأحد الأروقة الجانبية، هنا واجهة البلاطة العمودية على جدار القبلة، وهنلاحظ هنا التمييز الدعامات القوية الدعامات الضخمة اللي بتتقدم هذه المساحة، البائكة الثلاثية العقود، الزخارف الفسيفساء بهذه المساحة اللي هي واجهة هذه المساحة بالكامل، نهاية الشكل المثلث أو القمة المثلثة اللي بتتوج اللي هي تعتبر واجهة الشكل الجملوني أو الشكل الهرمي اللي بيسقف هذه البلاطة، ثم القبة اللي بتغطي المساحة المركزية منها وبتبرز عنها. كل دي أدوات لتمييز، لأن مرتبطة زي ما قلنا بتمييز محور المحراب أهم موقع في المسجد، وأيضا خط فسيفساء الجامع الأموي تشبه فسيفساء قبة الصخرة من حيث أسلوب الصناعة والرسوم والزخارف إلى حد ما. فسيفساء الجامع الأموي زي ما قلنا بتعود لعهد الخليفة الوليد بن عبد الملك، والمصادر التاريخية أيضا ذكرت هذه الفسيفساء وتحدثت عن موضوعاتها. المؤرخ المقدسي بيقول أن رسوم فسيفساء الجامع الأموي تمثل صور أشجار وأمصار. أشجار اللي هو العناصر النباتية والأشجار المختلفة والنباتات المختلفة زي ما هنشوف، والأمصار جمع مصر أو اللي هو البلد. تمام، فهو بيشكل المدن أو بلاد أيضا ضمن الموضوعات التصويرية، وأنه قل شجرة أو بلد مذكور إلا وقد مثل على حيطان الجامع. يعني هو تقريبا عايز يقول إن المناظر المصورة على فسيفساء المسجد أو الجامع الأموي صورت جميع المدن المعروفة في تلك الفترة أو في هذا الوقت. بعض الآراء بتقول إن هي بتمثل صفات البلاد والقرى وما فيها من العجائب، وبينها الأشجار بما عليها من ثمار وأزهار. أيضا البعض الآخر بيقول إن هي بتمثل البلاد التي خضعت للحكم الدولة الأموية واللي فتحها الأمويين. فسيفساء الجامع تعرضت للإصلاح والترميم في العهد العصر السلجوقي وفي عصر السلطان المملوكي الظاهر بيبرس في القرن السابع الهجري 13 الميلادي. لكن الجامع أيضا فيه مساحات مهمة جدا من الفسيفساء القديمة اللي بتعود لعهد الوليد بن عبد الملك. اللي حفظ هذه الفسيفساء القديمة على حالتها وبجمالها وبرونقها حتى الآن أن في فترة لاحقة تم تغطية هذه الفسيفساء بطبقة من الملاط. طبقة الملاط ديت اكتشفها عالم فرنسي اسمه ديلوري سنة 1927، واشتهرت في بعد كده في الكتابات باسم مصورة نهر بردة. ده نهر في مدينة دمشق، ليه تشابه بعض تفاصيل نهر بردة مع المدينة دمشق والمباني اللي كانت بتطل على هذا النهر،
والمناظر الطبيعية، رسوم العمائر والأشجار والغابات وخلافه. أيضا وجود رسوم قصور ذات طابقين، أعمدة جميلة، كل بعض العمائر ده. من التفسيرات اللي قيلت إن هي زي ما قلنا دي بتدل على سيادة الدولة الأموية، وإن هي رمز للمدن والدول اللي حكمها حكمتها الدولة الأموية وكانت تحت سيطرتها. طيب خلينا هنا، طبعا ده هنا الرسوم الأشجار، هنا دي جزء من صورة نهر بردة اللي هو النهر الجزء دوت، وهنا الإفريز الزخرفي، وده هنا المباني اللي بتطل على هذا النهر، مباني من أشكال مختلفة، أشكال معمارية مختلفة، بتمثل طرز معمارية مختلفة، أكشاك زي العمارة الصينية، والعمارة هنا الأعمدة والمباني ذات الأعمدة زي العمائر الرومانية، الأشجار المختلفة في تنوعها وفي أشكالها والثمار المختلفة. كل هذه المناظر مكررة بشكل كبير، تفاصيل من الزخارف أيضا هنا، فشات العقود أو المساحات المظللة كذلك. اللي هنلاحظ هنا إن هذه الفسيفساء منفذة طبعا، عندي طبعا اللون الأزرق النقي واللون الفيروزي واللاذوردي والسماوي ودرجات مختلفة من الألوان واللون الفضي. الأشجار أيضا ممكن تتعرف على أنواع الأشجار زي المعروفة سواء في مدن دمشق أو في غوطة دمشق والبيئات المحيطة بها، شجر الصرو والحور والمشمش والجوز والتين والتفاح. أيضا استخدام اللون الأخضر طبعا فيما يخص الأشجار واضح بدرجاته المختلفة، وفي طبعا الثمار أو الفاكهة اللي موجودة، وأيضا الأزهار. الرسوم كلها على أرضية ذات لون ذهبي، وده اللي خلى زي ما قلنا من ضمن التفسيرات إن دي تبقى مدينة دمشق، وهي كانت طبعا أيقونة الخلافة وعاصمة الخلافة، فكانت واحدة من أبهى وأجمل المدن خلال العصر الأموي بشكل خاص. التأثر بالأساليب الهيلينستية والبيزنطية واضح في رسوم الفسيفساء الجامع الأموي، زي ما قلنا نفس الموضوع بالنسبة لرسوم مسجد قبة الصخرة. وهنلاحظ هنا أيضا اختفاء رسوم الأدمية ورسوم ذوات الروح، حيوانات والطيور. ومن قيل ان الخليفه الوليد طلب من الامبراطور البيزنطي ارسال صناع من الروم للمشاركه في هذه الاعمال. ده هنا نماذج من الفسيفساء الجامع الاموي في دمشق. المبنى الثالث اللي فيه فسيفساء مميزه بتعود للفتره الامويه هو مبنى مدني، وهو قصر خربة المفجر قرب أريحة في الأردن. المنشآت المدنية اللي بتعود للفترة الإسلامية المبكرة هي مش كتير، هي قليلة، أهمها ما يعرف بقصور الصحراء الأموية أو القصور الأموية. القصور الأموية دي هي كانت نواة لتجمعات سكنية وتجمعات حياتية موجودة في صحراء المحيطة بمنطقة الأردن الحالية. وصل لنا مجموعة من هذه القصور طبعا في حالة سيئة من الحفظ ومتهدمة، لكن من خلال الاكتشافات اللي تمت فيها والحاجات اللي تم العثور عليها نقدر نتعرف على صورة لملامح الفن الأموي المدني المرتبط بعمارة القصور وتزيينها وزخرفتها. أسباب إنشاء هذه القصور وطبيعة استخدامها كل ده محل يعني نقاش بين مؤرخي الفن والعمارة، وإن هي كانت مجرد استراحات للخلفاء أو للأمراء اللي هم أولياء العهد اللي يصبحوا بعد كده خلفاء في البادية للإقامة بعض الوقت خلال السنة. أيا كان الأسباب والكلام دوت، هي من الناحية الفنية والمعمارية هي حاجة مهمة جدا، و يعني
وصلت لنا نماذج مهمة من نماذج الفن التشكيلي الإسلامي المبكر. زي ما قلنا في الفسيفساء قصر خربة المهجر قرب أريحة في الأردن، ده أحد هذه القصور المهمة وأحد أروع القصور الأموية اللي في الفترة ديت، ومن أهم القصور اللي وصلت لنا فيها مجموعات كبيرة من الفسيفساء. هذا القصر طبعا بيضم قصر من طبقين، مسجد بجانب فناء، حمام يضم قاعة استقبال. لما بيجي يقول حمام هنا مش المقصود بيه خالص الحمام الحالي أو اللي احنا فاهمينه دلوقتي، بنتكلم على حمام في العمارة الإسلامية المقصود بيه كيان معماري، كيان معماري كبير مستقل يتكون من عدة أجزاء معمارية، يتكون من حجرة، حجرة الباردة أو حجرة الحجرة الأولى وحجرة دافئة وبعد كده الحجرة الساخنة وفي المسلخ، وفي طبعا الجزء الخاص به إقادة الغرفة الساخنة وتشغيلها وكده. كيان معماري كبير وله نظام وله آلية، اللي يمكن شاف أفلام قديمة فيها نظام الحمام بيبقى عامل إزاي، وبعض الحمامات الأثرية باقية حتى الآن في مدينة القاهرة وفي مدينة دمشق وعدد من المدن الإسلامية، وكان لها دور اجتماعي كبير ووظائف متعددة. هنا في الحمام بتاع قصر خربة المفجر في أرضيته مساحات كبيرة جدا من الزخارف الفسيفساء، لكن المشهد الأكثر تأثيرا هو موجود في حنية قاعة العرش أو قاعة الحكم الخاصة بقصر خربة المفجر للخليفة هشام. دي الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا منفذة بالفسيفساء، دي بتمثل منظر طبيعي زي ما احنا شايفين. مركز الصورة فيه شجرة ضخمة من أشجار التفاح والنارنج، الثمار التفاح باللون الأحمر باينة في الشجرة، أيضا في نباتات في أرضية الصورة على الجانبين إضافية، وبعد كده عندي على الجزء اليمين أسفل الشجرة يمين جذع الشجرة أسد بينقض على غزال مصاب بالفزع، وفي الجهة المقابلة أو الجهة الأخرى غزالين هادئين بيأكلان من الإيه من أوراق الشجرة. هنا هنشوف طبعا الواقعية في رسم الشجرة، أن أوراق الأشجار أحجام مختلفة وفيها خلفية أقرب إلى فكرة الظل، درجات الألوان نفسها من الأصفر الباهت اللي في الأول بعد كده الأخضر بدرجات مختلفة اللي بتزداد يعني بيغمق أكتر أو بتزداد دكانة مع الخلف. الحيوانات أيضا فيها براعة في التعبير عن الحركة والحيوية والقرب من الطبيعة. ومن التفسيرات الرمزية لهذه التصويرة أو هذا المشهد المنفذ به الفسيفساء إن هو بيشير إلى قوة الخلافة التي لا تقاوم، والفكرة طبعا رمزية وجود الشجرة إن دي راسخة في الأرض و يعني باسقة وفروعها مستمرة وقائمة، فده هنا بتشير لقوة الخلافة بشكل رمزي، والرمزية دي موجودة يعني في معظم التصوير. وأيضا فكرة الشجرة نفسها مصدر الحياة وما إلى ذلك، ودي من التأثيرات الساسانية والبيزنطية. وزي ما قلنا وجود تأثيرات ساسانية وبيزنطية في الفن الإسلامي المبكر أو الفن الأموي ده أمر طبيعي زي ما تناقشنا فيه في بداية المحاضرة. هنا اتكلمنا عن العمائر الدينية قبة الصخرة والجامع الأموي، وتكلمنا عن الفسيفساء في العمائر الدينية وفي العمائر المدنية، وهنبدأ نتكلم عن العنصر الثاني المهم وهو المنحوتات الحجرية والقصية. المنحوتات هترتبط بالعمائر المدنية دون العمائر الدينية. من أشهر العمائر المدنية الباقية من العصر الأموي زي ما قلنا قصور الصحراء أو قصور الأموية،
وهو قصر الحير الغربي مدينة الشام، وقصر خربة المفجر اللي شفنا فيه الرسم في سيفساء، وقصر المشتى اللي هو جنوب شرقي عمان. ثلاث نماذج مهمة جدا بتعكس عمارة الصحراء وعمارة القصور الأموية، عمارة الإسلامية المبكرة المدنية، وأيضا فن النحت وفن خاصة في الحجر والقص والمنحوتات وثقافة النحت في العمارة المدنية. لما نشوف النموذج الأول اللي هو قصر الحير الغربي في بادية الشام. قصر الحير الغربي ده أحد أهم القصور الأموية، و يعني في من الخصائص أو من البقايا اللي موجودة فيه نماذج مهمة جدا تؤرخ لفن التشكيل الإسلامي المبكر. هو طبعا بيقع غرب تدمر في الصحراء السورية، بينسب بناؤه للخليفة الأموي هشام بن عبد الملك. وطبعا في أيضا قصر الحير الشرقي، لكن هو قصر الحير الغربي هو الأكثر قيمة فنية ومعمارية. القصر نفسه في تخطيط هنا، لا ماشي. القصر نفسه طبعا من أهم دي البوابة بتاعة القصر تم نقلها إلى المتحف الوطني في مدينة دمشق. البوابة دي كانت بتتوسط الواجهة الشرقية للقصر، وشايف زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا فتحة البوابة نفسها أو كتلة المدخل نفسه بيكتنفها أو بيحيط بيها برجين نصف دائريين، والبوابة مزينة الأجزاء العلوية زي ما احنا شايفين بالكامل من مساحات من الزخرفة النباتية والهندسية، وأيضا هنشوف منحوتات منحوتات لأشكال آدمية ورسوم كائنات حية. وهنا بيبين لي الفرق بين العمارة الدينية والعمارة المدنية، خاصة إن هي يعني معمولة لراعي فن في الصحراء دي كمنشأة خاصة بي وليست منشأة عامة، فتم فيها مثل هذه الأعمال النحت. هنجد أفاريز من القص خارف كثيرة جدا، ومنحوتات تصويرية وأنماط ومن الأشكال الزخرفة النباتية والهندسية متنوعة منفذة بأساليب مختلفة بالقص. معظم هذا القص كان يعني انهار نتيجة العوامل، ولكن تم تجميعه وإعادة تركيبه زي ما قلنا في مدخل المتحف الوطني في دمشق، ولا يزال قائما حتى الآن. نشوف مجموعة صور القصر الحير الغربي. هنا تفاصيل للمنحوتات القصية المثبتة على واجهة النصف البرج النصف دائري، وهنا بائكة من العقود. هنا طبعا الأعمدة نفسها، الأبدان بتاعة الأعمدة والتيران بتاعتها منحوتة بزخارف نباتية بشكل متقن، وهنا بتحمل إما عقود ومثلثات بالتناوب زي ما احنا شايفين، وزخرفة المثلثات دي زخرفة محلية مهمة جدا هنشوفها في قمة الواجهات وفي حاجات تانية. زخرفة أو الشكل الهندسي المثلث وتوظيفه في ساحات كتيرة، وهنا عقد نصف دائري، وهنا المساحة بتاعت العقد نفسها أو واخدة شكل الصدف أو شكل المحارة بتاعة ده أيضا موجود من الفن الروماني ومستمر معي في الفن الإسلامي المبكر هذا التكوين. وسطح أو واجهة العقد نفسه مزخرفة بزخارف نباتية، وحدة نباتية متكررة بدائر السطح. نفس الموضوع في واجهات المثلث اللي بيتناوب مع هذا العقد في تكوين البائكة.
في المساحات المحصية مساحة كوشات العقود عندي هنا منحوتات آدمية تمام لنصف علوي لسيدات وفي بعض الحالات سيدات أنصاف السيدات عراية منحوتة من القص في مواضع كوشات العقود. بعد كده عندي فريز دائري وبعد كده عندي جامات أو اللي هو الشكل المستدير بنسميه جامة أيضا الواجهة بتاعتها مزخرفة بنحت أو بالحفر البارز بأشكال نباتية متكررة. هنا تفاصيل من نفس الواجهة وهنبدأ نشوف هنا القمة بتاعت البرج أو الواجهة البرج اللي بتأخذ شكل مثلث مسنن الأضلاع بتاعته بشكل متدرج ودي شكل أو نمط من الزخرف. هنا القمة الواجهة هنا الشرفات جمع شرفة وهي هذا العنصر وهنا واخد شكل مثلث أضلاعه مسننة بشكل هرمي بحيث هذا الشكل شائع جدا في عمارة الأنباط لو تسمعوا عن مدينة البتراء والمقابر اللي فيها وعمارة النبطية موجودة أيضا في منطقة العلا وفي شبه الجزيرة العربية وهذه القمة شائعة جدا في عمارة الأضرحة والمقابر النبطية فده أيضا تأثير محلي في العمارة الإسلامية المبكرة. هنا طبعا بائكة من العقود اللي بتأخذ شكل مجوع أو شكل نصف قبة ترتكز على أعمدة بائكة ثانية بمستويات مختلفة هنا العقدين وهنا قمة المثلثة أشكال مختلفة هنا في منحوتات أيضا بأشكال حيوانية وفي القمة اللي اتكلمنا عليها الشرفات عناقيد العنب منحوتة نحت بارز في أقص بهذا النحو الأعمدة الزخارف العقود المثلثة والعقود المتنوعة بقى سواء عقود مثلثة أو نصف دائرية أو خلافه الأفاريز اللي هي الإفريز أو الشريط اللي هو الزخرفي بوحدات زخرفية متنوعة دوت حجاب واحدة من النوافذ المعقودة نافذة بتأخذ شكل العقد وقلب النافذة نفسه أو الواجهة بتاعتها بتعمل لها حجاب بحيث يعني يبقى بيتحكم فيها تبقى المساحة مفتوحة بشكل مباشر. الحجاب دوت مفرغ يعني معمول من القص المفرغ وهو نفس الفكرة بقى فيه عنصر أساسي اللي هو الشجرة المركزية وعلى يمينها وعلى شمالها وحدات نباتية بتأخذ بقى أشكال يعني الأفرع الحلزونية والاستدارات وتنفيذ الزخارف بشكل عنصر نباتي بيتكرر وبشكل بأشكال مختلفة وده هنا ممكن نعتبره بداية لفن الرقش العربي فن الرقش العربي أو فن التوريق واللي هيعرف بعد كده باسم الأرابيسك. فهنا بداية اللي هو عناصر زخرفية نباتية تتكرر إلى ما لا نهاية بأشكال وقياسات متماثلة ولا متماثلة. النموذج الثاني للعمائر المدنية الأموية اللي تحتوي على فن التشكيل الإسلامي من المنحوتات الحجرية والقصية هو قصر خربة المفجر في قرب أريحة في الأردن. ده مسقط أفقي للقصر بعد أعمال الحفريات الكاملة. ده صورة للوضع الحالي للقصر خربة المفجر وأيضا نموذج ثاني وهنا بنشوف طبعا فكرة المنحوتات أو النحت في الحجر وفي الواجهات القصية. أيضا هنا على اليمين تمثال لخادمة عثر عليها في قصر خربة المفجر وهنا تمثال كامل لإنسان آدمي يعتقد أنه هو الخليفة نفسه وأنه هو كان موجود أعلى مدخل القصر. وهلاحظ هنا أنه هو الواجهة الكسوة الخارجية من القصر بينما هو من الداخل معمول من الأجر أو الطوب الأحمر
المحروق، فدي أيضا نقطة مهمة. المنحوتات الآدمية اللي موجودة واللي عصر عليها، شفنا قصر الحيل الغربي من شوية، ودلوقتي في قصر شربت المفجر اللي هو يعود أو ينسب للخليفة الأموي الهشام بن عبد الملك، وإن هذا التمثال يعني واحد زيه عصر عليه في قصر الحير الغربي أيضا ونسب للخليفة هشام. قصر المشتى جنوب شرقي عمان، ده مسقط أفقي قصر المشتى، واللي يهمنا هو الجزء الخاص بقاعة العرش هنا والمساكن اللي حواليها. التخطيط طبعا في تفاصيل كثيرة لكن مش هنخوض فيها. صورة قديمة لواجهة قصر المشتى، وقصر المشتى من الآثار الأموية المهمة. هنا الواجهة دي زي ما احنا شايفين هي كل أصلا بتمثل عمل نحتي فني رائع جدا. بناء قصر المشتى منسوب للخليفة الوليد الثاني، خليفة الأموي الوليد الثاني، والواجهة ككل تعتبر واحدة من أجمل أعمال النحت الحجري اللي وصلت من العصر الدولة الأموية. الواجهة دي حاليا محفوظة، أو الجزء الأكبر منها اللي هو السليم محفوظ في متحف الدولة في برلين. كان في واحد عالم آثار اسمه ستريجيفسكي بيعمل دراسات وحفائر في هذه المنطقة في وقت فترة الحرب العالمية الأولى، وطلب من الإمبراطور الألماني الإمبراطور غيليوم الثاني لما راح زار بلاد الشام إنه هو يطلب من السلطان عبد الحميد، وكان ساعتها الدولة العثمانية ومعظم هذه الدول تابعة للحكم العثماني، بنتكلم في 1903 بداية القرن العشرين، طلب منه إنه هو يأخذ هذه الواجهة فأهداها له السلطان عبد الحميد، وهي حتى الآن موجودة في متحف الدولة في برلين. طبعا يعني للأسف ده الوضع الحالي للقصر. طبعا دي الواجهة اللي موجودة في متحف الدولة في برلين، واحدة من أهم أعمال النحت في الحجر في العصر الأموي. زي ما احنا شايفين الواجهة ككل طبعا يعني الأساسات تحته، بعد كده أفاريز بارزة بتأخذ أشكال قالبية أو أشكال نصف أسطوانية، ثم أشكال فريز آخر أو شريط آخر منحوت في الحجر أيضا بزخارف هندسية ونباتية، وبعد كده مساحات الواجهة نفسها كلها معمولة بشكل مثلثات متتالية عريضة. الفريز نفسه بتاع المثلث مزخرف بزخارف نباتية وهندسية، بحيث أنه ما تركش يعني ما كانش فيه أي مساحات متروكة بدون زخرفة نحتية. في قلب كل مثلث وريدة أو وردة منحوتة نحت بارز ومفرغة بأشكال زخارف منحوتة أخرى عناصر نباتية، وأيضا في كوشات اللي هي ما بين المساحات المحصورة بين المثلثات أو المثلثات اللي هي المقلوبة بقى بتتوسطها نفس الوريدة، فهي تعتبر الواجهة كلها عبارة عن مثلثات مع القائمة تحصل بينها مثلثات مقلوبة. الوريدات دي سداسية الشحمات تتوسط المثلث. طبعا يعني هنا هنشوف زي ما هنشوف التفاصيل ثراء غير عادي في تنفيذ الزخارف النباتية والهندسية، وأيضا رسوم طيور ورسوم حيوانات تتخلل هذه الزخارف أو الأرضية النباتية الهندسية الكثيفة المليئة. تفاصيل رسوم الزخارف وريحة قصر المشتى الوريدة، عن مفهوم الطراز الفني، التواصل الفني وتعاقب المدارس الفنية والطرز الفنية، العوامل المؤثرة على تكوين الطراز الفني، الراعي الوظيفة، الورشة،
الفنية، سمات والخصائص الفنية. تكلمنا عن أهم الأعمال المعمارية الفترة الإسلامية المبكرة، مسجد قبة الصخرة والجامع الأموي بدمشق كنموذجين مهمين للعمارة الدينية الإسلامية في العصر الأموي، وما يتضمناه من زخارف، خاصة زخرفة ألف أو زخارف ألف شيفساء كأقدم نماذج مؤرخة في لزخارف الشيفساء في العمائر الدينية. تكلمنا أيضا عن العمائر المدنية وما تتضمنه من فسيفساء ومنحوتات حجرية وقصية، يعني إيه قصور أموية، قصور الصحراء الأموية، وأهم النماذج قصر الحير الغربي وقصر خربة المرجر وقصر المشتى. ده ملخص سريع للمحاضرة. الأسايمنت بتاع المرة الجاية هيبقى إيه؟ هنعمل تفريغ ليها مع الصور، يعني هنعمل بحث من خلال المحاضرة وفق السيناريو اللي أنا اتكلمت بيه دلوقتي كده، مفهوم الطراز الفني، المدارس الفنية والتواصل بينها، نفس العناصر اللي احنا اتكلمنا عليها وفق سياق المحاضرة مع الصور. عايزين تحطوا صور زيادة من عندكم، من على النت، من على، مفيش مشكلة. عايزين تلتزموا بالصور الموجودة في البرزنتيشن برضو مفيش مشكلة. وده هيبقى موضوع مهم جدا من موضوعاتنا ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير المرة الجاية. تحياتي.